من الدولة والسلطات المعنية بأنها تركز إلى هذا السوق اللي يعاني من ارتفاع الأسواق، ارتفاع البضائع، خاصة هاي البضائع الخضروات بتصاعد يوميا. خضروات ما هي ثابتة لسعر واحد، وكل نهار هي متصاعدة. نختير نحن المواطنين اللي عايشين بلدنا ونتمتع بكامل حقهم، نتمتع بأن الدولة تؤدي وصية لينا ورائية حقوقنا ورائية معاشنا، أن تؤدي نفسها تخرص السوق اللي بضائع تتزايد يوميا. مواطنين ما عندهم صفة اللي قد يشتري بها معيشتهم اليومية، بيه اللي واحد تجبره ماشي يسعى من قوته اليومي ويجي له السوق يأول بضائع مرتفعة قدامه ما يعرف كانوا يشتريها والله ما يشتريها ولا ما شراها، هو ما هو جاب شيء ياكله، هو موليلات اللي يشتريها يشتري بأسعار قالية لي ما عنده شيء. معناته ان الدولة هون هي المسؤولة عنها كامل، تخرص هاي الأسواق اللي أسعارها مرتفعة والمتضرر الأول هو المواطن. معناته مسؤولية كاملة ترجع على الدولة، الدولة هي يلطت وترعاها. نحن كمواطنين نعيش ارتفاع الأسعار قالية من المواد الغذائية، خاصة الخضروات، خاصة كذلك هاي الأسعار المواد الغذائية، كيسة السكر والمار ودلوير، هذا كامل طالع. معناته الدولة طالبينها من هذا المنبر بأنها تخرص هاي الأسواق اللي تشهد ارتفاع الأسعار بصفة متزايدة يوميا. معناته من الآن نختير الدولة تعود هي المسؤولة عن ذا كامل. أنا جابر شنو حلو فيه، لكن شنو يشتغلوا فيه الأسعار عاد مرتفعة، لا تنجابوا نشيل مالي اللي نشرو، لكن مالي طالبين من السيد الرئيس عنه، عرف إنه شيء عرف عنه العام شيء عنه زاد مالي يعطينا شيء نوكلو، إذا اشتغلوا هو الليل والنهار كانوا يجبروا بعض باش نشر أربعة من الجوك لأن قاعد جي بلا عاد كيلو 300 وربع بعض 300 وكيلو 1200، لكن مالي مارو عاد ب 8000 سقبت 25 كيلو ب 16000، ها مرتاني ما يقدر يشري بلوه بالسيف لا حصله، ظل هنا جاي زقنا في المرسى المخنزه ولا اجبر باشاري. واك طالبين السيد الرئيس الجمهوريه الاسلاميه يعني يعرف انه شيء يعرف عن ذا عن مواطن مرتاني حقه عليه، عن والدته بل منين قعد الرئاسه وقال عن يتم هو يكلمش للناس اللي تكلمش يعني يعرف انه شيء. ندخل اخبار هؤلاء الاسعار، هؤلاء الاسعار مواطن بسيط يجبر من ياس المشاكل، ياس المشاكل. كان واحد يجي ساكن عنده الفوقيه يشي منه 400 جوك، يشي منه 400 دبه مكروني، عاد الفوقيه ما تصير له، عاد 400 جوك وحده 500 ولا 400 جوكو كانوا 4800 عاد وقت 9500 يعني لحقوا 10000 وكومبلي كانت ب 7500 وقت حان عاد 14000 والسعار ما وعارو ينسوا عن اي حد تاجر سويته وقاك دبش ما وعارف العالم ما وعار معناه انه هون دوبيو هنا تتكلم اخبار التجار يعدوا ياسم المشاكل بالاسعار ويلموا الدبش لكن كام الضحيه المواطن البسيط والضحيه بالناس اغنياء كلهم عنده الفوا واي شيء مشكله خفيفه في موريتان واحد قد يركب الطياره ويقيس الخارج ويتمونك يوكفوت نحن معنا هاو الناس بالدوله كل اللي قاش عنده مسؤوليات ويعدل يقوم بها عاد اي مساله خلا عنه القش وخلوا عنه قبيل وكيل فوت المال العام عرفنا الشعب فاصل فاصل رجاله تعاونوا فاصل رجاله تعود الى حقا تعود طال حلو البال وما رمودي موريتان ما رمودي تكلم عن اخبار ما رمويتان كانت زقبته ب 5900 و 6200 عاد حاله به 8000 وتمشي ترود وما تجبره يقول لك التجار مرابطين مع ماور القرير بدهم يعطوك زقبه واحده رقيقه يعطوك زقبتين قلع عاد يكمل كارثه خارقه مولي بين ما رمويتان عاد حاله متقاد مع يبرق حاله به 8400 وما رمويتان به 8000 ويبرق يجي من تايلاند يجي من الاف الكيلوات ما هو معقول عد مارو في موريتان عد هو بوين معاي يبرق 400 وما يديوان بلا ديوان ودلويل 20 لتر كان 5800 باقي حالي عاد 9200 و10 لترات 3200 عاد 4800 معنى الدولة لا تعد تقوم بحد والدولة مولي خارقة من السنة عادة الدولة من الشهر الثالث من زمن الكورونا الشهر مارس ديوانة ما تعد خارقة الخضر ما تعد ديوان والحدج ما يديوان وجوك ما يديونه ولا يلحقا ياسم المسائل ما يديونه ولا اطرافهم سبه ما اطرافهم شيء جوك واعلين والخضره واعله والكام واعل